السلام عليكم، تحداني أحد أصدقائي القناة وقال لي قبل يومين بأن الأهداف الجميلة التي أسجلها هي صدفة أو رمية بدون رامي. أود أن أقول بأن الأهداف الجميلة لا تأتي بمحض الصدف، وأنه يوجد طريقة جميلة لتسجل بها أهدافا رائعة وجميلة. سأعرض لكم في هذه الحلقة بعض الأهداف التي تستطيعون جميعا أن تسجلوا مثلها باستخدام هذه الطريقة، كما سأعرض لكم هذه الطريقة وسأشرحها لكم أيضا إثبات أن هذه الأهداف ليست صدفة. لذلك أحضر كوب قهوتك وتعال لنستمتع معا بالأهداف وبهذه الطريقة. لكن وقبل البداية، إن كنت أخي الكريم غير مشترك معنا في هذه القناة، يرجى منك أخي الكريم أن تشترك معنا بالضغط على زر الاشتراك، أن تفعل زر الجرس ليصلك منا كل جديد. الآن دعونا نستمتع بالأهداف الجميلة قبل أن نشرح الطريقة التي تكلمت عنها قبل قليل. الهدف الأول كان من تسجيل لاعب المطرقة، هدف جميل من منتصف الملعب. انظر إلى روعة الهدف وإلى بعد المسافة عن مرمى الخصم. هل صدقت الآن بأن الأهداف الجميلة لا تأتي بمحض الصدف؟ الهدف الثاني كان من تسجيل اللاعب البطل، انظر كيف سددت الكرة إلى الزاوية القريبة إلى الحارس، ومع ذلك لم يتوقعها الحارس ودخلت شباك. باستخدام هذه الطريقة سأضمن لك تسجيل أهداف جميلة. ستر متعة لا تضاهيها متعة في تسجيل الأهداف. الهدف الثالث، الهدف الرابع، الهدف الخامس، أما الآن لنبدأ بشرح الطريقة بالتفصيل على هذا الهدف. أولاً اختر لاعباً له وضعية مناسبة للتسديد. ثانياً اختر لاعباً من فريقك لتمرر له. لكن لا تمرر الكرة وقم بتسديد الكرة على المرمى. عندها ستخدع حارس الخصم لأنه سيظن بأنك تنوي التمرير ولن يتوقع منك أن تسدد الكرة. هذا الهدف أيضا بنفس الطريقة. جرب هذه الطريقة واحكم لنفسك إن كانت صحيحة أم لا واعطينا رأيك. إذا أعجبتك هذه الحلقة، يرجى منك أخي الكريم أن تدعم جهودنا في هذه القناة
بالضغط على زر اللايك. إن كنت غير مشترك معنا إلى الآن، يرجى أن تشترك معنا وأن تفعل زر الجرس لتصلك منا كل إفادة. دمتم بخير، إلى اللقاء في الحلقة القادمة.